الله، طبتم وطاب ممشاكم، وتبواتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن كما جمعنا في هذا اليوم الطيب الأغر المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، عباد الله، أتدرون من المفلس؟ هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الطيب المبارك، فأعرون القلوب والأسماع جيدا. فالله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله، أتدرون من المفلس؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاء، لكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالمفلس الحقيقي هو المسلم الذي يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة كالجبال، يأتي بصيام ويأتي بصلاة ويأتي بزكاة ويأتي بحج ويأتي بقراءة للقرآن ويأتي ببر للوالدين ويأتي بصلة للأرحام، لكنه لم يستقم على أمر الله عز وجل، لكنه لم يتوقف عند حدود الله عز وجل، لكنه ترك باب الذنوب مفتوحا فلم يغلق عند موته، لكنه يأتي يوم القيامة وقد اقترف الذنوب في حق العباد، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا واعتدى على هذا وأكل مال هذا وأكل حق إخوانه في الميراث بل وقتل هذا. حينها يقول الملك سبحانه جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. حينها يقف الظالم بين يدي الله عز وجل، حينها يقف العاصي بين يدي الله عز وجل، حينها يقف المسرف على نفسه بالذنوب بين يدي الله عز وجل للسؤال والحساب. قال ربنا في كتابه: وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دين. كثير من الناس يعتقد أن هذا الدين هو دين المال فقط، وهذا فهم خطأ. من مات وعليه دين يأتي هذا الدين إما أكل لأموال الناس بالباطل، أو اعتداء على الجيران، أو أن تغتاب إنسان، أو أن تتكلم في عرض فلان، أو أن تقذف فلان، أو تشتم فلان، أو أن تعتدي على فلان. كل هذه ديون، كل هذه ديون ستؤخذ منك يوم القيامة. من مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم. هناك ليس هناك أموال، وليس هناك دراهم ولا دنانير،
ولكنها بالحسنات وبالسيئات. فيا حسرتاه ويا خيبتاه حينما يقف العبد بين يدي الله عز وجل مهين مفلس لا يستطيع أن يقدم لربه اعتذار. قال الله تعالى: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لذلك يجب على كل إنسان أن يحافظ على حسناته من الضياع. كيف يحافظ الإنسان على حسناته؟ إياك وظلم الناس، إياك وشتم الناس، إياك وقذف الناس بالباطل، إياك والاعتداء على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. اسمع وانتبه. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بل روي الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أبا ذر فرأى عتبتان تنطفحان. تخيل كده بقى إيه وأنت ماشي في الشارع تلاقي معزتين بينطحوا بعض أو بيتخانقوا مع بعض. معزتين ليسوا مكلفين بالأعمال الصالحة. تخيل هذا فما بالك بالناس، ما بالك بالجيران، ما بالك بالإخوان والأخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما؟ أتدري ما بين هؤلاء أو بين هذه العنتزتين؟ فقال أبو ذر: لا أدري يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أبو ذر فيرى عنتزتين تنططحان فيسأل: يا أبا ذر أتدري ما بينهما؟ فقال أبو ذر: لا أدري يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري ما بينك وبين الناس، ولكن الله يدري ما بينك وبين جيرانك، ولكن الله يدري ما بينك وبين إخوانك، ولكن الله يدري ما بينك وبين أقاربك، ولكن الله يدري ما بينك وبين أولادك، ولكن الله يدري ما بينهما وسيحكم بينهما يوم القيامة. فإياك وإياك، إياك وظلم الناس، إياك والتكلم في أعراض الناس، إياك وأن تظلم أحد جيرانك أو أحد أقاربك، إياك أن تعتدي على الناس بغير حق. إياك فوالله ستقف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إياك والظلم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب تفتح لها أبواب السماء. ويقول الله عز وجل لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له مظلمة عند أخيه، لو بينك وبين حد مظلمة فليتحللها من أي الآن. لا تدري متى يأتي الموت ومتى يأتي ملك الموت، فليتحللها منه الآن، فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم. يوم القيامة المعامل بالحسنات، يأخذ من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئات هؤلاء ثم طرحت عليك، ثم طرحت في نار جهنم والعياذ بالله. يوم القيامة المعاملات ليست بالمال ولا بالدراهم، إنما بالحسنات والسيئات. يوم يفر المرء من أخيه عشان حسن، وأمه وأبيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يوم القيامة في وادي. لذلك توعد ربنا عز وجل من يؤذي المسلمين ومن يعتدي على المسلمين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، بل جعلها ربنا عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب. قال ربنا في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإياك وظلم الناس، إياك أن تعتدي على الناس، إما بقصف الناس بالباطل، وإما بالتكلم في أعراض الناس، وإما بالغيبة والنميمة. احفظ لسانك، إياك أن تؤذي الناس بلسانك أو أن تعتدي على الناس بجوارحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذلك عليك أن تحفظ لسانك من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات بالباطل والتكلم في أعراض الناس بغير حق. إياك، احفظ لسانك من كل هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم؟ لذلك جاء الوعيد الصادق من الله عز وجل والتهديد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يتكلم في أعراض الناس بغير حق. اسمع إلى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه. ودي بقى كتير في الناس، تلاقي قاعد يتكلم على فلان ويختف فلان ويألف قصة على فلان علشان ما بيحبوش، ويطلع شائعة على فلان عشان بينه وبينه خصوم. اسمع، من قال في مؤمن ما ليس فيه جزاه يا رسول الله حبس في رضعة الخبال. انت عارف يعني ايه رضعة الخبال؟ اي عصارة اهل النار. تخيل كده بقى العالم والعصارة اللي بتنزل من اهل النار من شدة العذاب، حبست انت في هذه العصارة حتى يخرج مما قال، حتى تأتي الى هذا الرجل وتعتذر له ويسامحك فتخرج من هذا العذاب الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الجزاء من جنس العمل. هتختف فلان، فلان هيختارك. هتتكلم في عرض فلان، فلان هيتكلم في عرضه، كما تدور تدان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تختابوا المسلمين، لا تختابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيت، ولو في جوف بيت. لذلك لو نظرت بقى إلى حال الناس الآن لرأيت كثيرا من الشباب يجلسون في الطرقات وعلى النواصي. بيعملوا إيه بقى؟ تلاقوا قاعدين يتكلموا على بنت فلان ويختابوا فلان ويتكلموا في عرض فلان ويتكلموا بالغيبة والنميمة ويتكلموا بغير ما أنزل الله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من خطورة هؤلاء.
فيقول صلى الله عليه وسلم إياكم إياكم نعم إياكم والجلوس في الطرقات. فكان رد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا بد في مجالسنا يا رسول الله نتحدث فيه، يعني لازم ان احنا نقعد في الطرقات في الشوارع، ده امر حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما اداب بقى الطريق واداب العامه واداب الناس في الشوارع، ان ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقه. يعني الطريق ده له حق؟ اه. قالوا ما حق الطريق يا رسول الله؟ اسمع، قال غض البصر. بالله عليك، اللي بيبعت الشوارع واللي قاعدين على القهاوي واللي قاعدين في الطرقات بيغضوا ابصارهم، غض البصر وكف الاذى، كف الاذى عن الناس، اما بلسانك واما بعينك واما باذنك واما بيدك واما بجوارحك، قف نفسك عن الناس وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله لو طبقنا هذا الحديث ما كان هذا حالنا في الشوارع، والله لو طبقنا هذا الحديث ما كانت هذه العداوة والبغضاء والخل والحسد والحقد بيننا في الشوارع. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك ربنا عز وجل لما تكلم في صفات عباد الله المؤمنين قال في وصفهم وأختم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد رحمة للعالمين. أما بعد، عباد الله، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة يا رسول الله تصلي الليل وتقوم تصلي الليل وتصوم النهار وتتصدق على الفقراء والمساكين، ولكن في لسانها شيء، أي تؤذي جيرانها بلسانها. يعني تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل كل الأعمال الصالحة، إلا أنها تتكلم بالغيب، إلا أنها تتكلم بالنميمة، إلا أنها تتكلم بالكذب، إلا أنها تتكلم في أعراض الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار مع فعلها كل الأعمال الصالحة، لكنها كانت تؤذي الناس بلسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل لرسول الله: إن فلانا تصوم رمضان وتصلي وتتصدق وتفعل الصالحات لكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة، هي في الجنة. تخيل بقى انت العضو الصغار ده لسان يؤدي بك الى المهالك، تكون انسان صالح قائم تفعل كل الاعمال الصالحه، لكن لسانك قاعد طول النهار يكذب ويشتم ويغصب، تتكلم في عرض فلان، تتكلم بالغيب، تتكلم بالنميمه، تتكلم في اعراض الناس، تيجي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال تراها ايه؟ هباء منثورا. بسبب ايه؟ بسبب هذا اللسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسك عليك لسانك. لما سئل يا رسول الله من نجا؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك من الناس، أمسك عليك لسانك من كل كلمة محرمة تنطق بها. الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تنطق بها
بتنكتب عليك وستحاسب عليها يوم القيامة. لذلك إياك والغيب، إياك والنميم، إياك والكذب، إياك شهادة الزور، إياك وأعراض الناس فإنها سموم. إياك وأعراض الناس، قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. شوف ربنا وصفه به: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم. لذلك احفظ عليك لسانك، احفظ عليك جوارحك تنجو. لذلك اياك وظلم الناس، سواء بقى الظلم باللسان بالايد بالجوارح بالعين، اياك وظلم الناس. فان الله تعالى يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. قال الله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. ان اخذه اليم شديد. لذلك النجاح، امسك عليك لسانك، اكثر من الاستغفار والتوبه، اكثر من ذكر الله عز وجل، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك كثير من الناس تلاقي محافظ على الصلاه، تلاقي بر امه وابيه، تلاقيه يصل الرحم، لكنه لم يسمع فلان يقول له ده فلان فيه وفيه وفيه وفيه. تلاقيه يسمع فلان ده بنت فلان بتعمل كذا وكذا. امسك عليك لسانك تنجو، فوالله كل كلمه تنطق بها تكتب عليك وستحاسب بها امام الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. اخيرا حافظوا على مشروع اطعام الطعام، فانه سبب للنجاه في الدنيا والاخره. اريد ان انبه على شيء بسيط. انا داخل المسجد قبل الاذان بثلاث دقائق، المسجد فيه ثلاث اشخاص، يعني احنا لسه خارجين من ربنا ذنوبنا واسراف لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم الاموات. اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توب وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من النار وحرها وشرها ومن اي قول او فعل او عمل يقربنا اليها. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقم الصلاه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
الأمر من عندك. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لمن الأرض فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله سبحان الله عما